وللمزيد حول مخرجات حوار القاهرة والانتخابات الفلسطينية المنتظرة، ينضم إلينا صلاح الدين العواودة، مختص في الشأن الفلسطيني عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بك معنا سيد عواودة. سيد عواودة، هل تسمعني؟ ألو، أسمعك، أهلا بك. سامع. إذن ريثما يجهز الاتصال نتابع. هل تسمعني سيد عواودة؟ ألو، أسمعك جيدا سيد عواودة، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم، جولة الحوار الثانية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية يعني كانت أكثر إيجابية من جولتها الأولى، بماذا تفسر هذا التصميم للدفع باتجاه حلول عملية من قبل الأطراف المتحاورة والتي كان على رأسها الاتفاق على الانتخابات البرلمانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو حقيقة هذا استنتاج يعني خلصت له الأطراف المتحاورة بعد سنوات من الحوارات والاتفاقيات التي لم تطبق والمحاولات الفاشلة. في النتيجة توصلوا إلى هذا الخيار. في السنوات الماضية كان الطرفان دائما يركزون على تسوية الملفات الخلافية بينهما، وكل طرف كان يتمترس وراء مطالبه، والطرف الآخر يرفض هذه المطالب. هذه المرة اتفق الطرفان على أن يؤجلوا مطالبهما إلى ما بعد الانتخابات، بحيث تجري الانتخابات ويتم إفراز جسم وطني قادر على البت في القضايا الخلافية بين الطرفين. فعمليا لم تحل المشاكل، ولكن تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات. طبعا هناك كثير من الدوافع المحلية المتعلقة بالطرفي الخلاف والوضع الفلسطيني والوضع الإقليمي والوضع الدولي. هذه العوامل هي التي دفعت بهذا الاتجاه. نعم، أيضا يعني إقبال كبير شهدناه من قبل الناخب الفلسطيني للقيد في جداول الانتخابات المرتقبة. سؤال هنا سيد عواودة، يعني كيف تقرأ هذا الإقبال وما يمثله في الحالة السياسية الفلسطينية؟ لم أسمع السؤال جيدا. نعم، ذكرت لك أنه هناك إقبال كبير من قبل الناخب الفلسطيني للقيد في جداول الانتخابات المرتقبة، كيف تقرأ هذا الإقبال وما الذي يمثله في الحالة السياسية الفلسطينية؟ هو من ناحية يعبر عن رغبة شديدة لدى الجمهور الفلسطيني بالخروج من هذا المأزق، مأزق الانقسام وهذه الفترة السيئة في تاريخ الشعب الفلسطيني من ناحية. أيضا من ناحية أخرى هناك ضخ إعلامي وحشد من قبل الأحزاب والتيارات السياسية، ولا سيما الطرفان المختلفان، لحث الشعب الفلسطيني على المشاركة والاندماج في هذه العملية. كما أن العملية الانتخابية من حيث المبدأ ومن حيث الإجراءات هي يعني تحظى بثقة الجمهور الفلسطيني، فقد أجريت الانتخابات مرتان قبل ذلك وإن كانت على فترات طويلة متباعدة، ولكن كان هناك ثقة بنزاهة هذه الانتخابات. لذلك يعني عدة عوامل تدفع باتجاه أن يسجل الناس ويكونوا راغبين فعلا في إجراء هذه الانتخابات، وهي كانت مطلب لشرائح كبيرة من الشعب الفلسطيني في السنوات الماضية. نعم، لكن بالمقابل سيد عواودة، يعني رفضت حركة الجهاد الإسلامي المشاركة في الانتخابات القادمة بعلة أنها إقرار باتفاق أوسلو الذي ترفضه الحركة، ألا يعد ذلك لربما إحراجا لحماس برأيك؟ وهل يعني بات التباين والتمايز هو سمة المرحلة القادمة بين شركاء السلاح؟ هو لا يوجد شيء جديد في هذا الأمر. يعني الجهاد الإسلامي في انتخابات 2006 كان نفس الموقف، هم لا يشاركون في العملية الانتخابية ولديهم وجهة نظر في هذا الأمر، يختلفون مع حركة حماس في هذه القضية، وهذا الخلاف لا يفسد للود قضية. أما الحركتان فهم متطابقتان في كثير من الملفات الأخرى، وخصوصا ملف المقاومة والسلاح.
لذلك لا أعتقد أن هذه المرة يعني سيكون أو يعبر الموقف عن خلاف جديد بين الحركتين، وإنما هو استمرار للتباين الفكري والموقف من حيث من بشأن الانتخابات، مع استمرار التوافق والانسجام فيما يتعلق بالقضايا العامة للشعب الفلسطيني، القضية العلاقة مع الاحتلال والعلاقة مع الإقليم وما إلى ذلك، والسلاح تحديدا. نعم، إذن صلاح الدين العواودة المختص بشأن الفلسطيني كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.